بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أقترح عليكم فيما يخص الشعبة الرياضيات، القسم النهائي شعبة الرياضيات. أقترح عليكم تصحيح باك 2016، موضوع الأول التمرين الثاني، السؤال السادس. هذا الفيديو هو تابع للفيديو الأول اللي نشرناه باه نتمو التصحيح الكامل والشامل. إذا كما راكم تشوفوا، السؤال المطروح هو لهذا السؤال ما ظهرش في الفيديو السابق. بين أن من أجل كل عدد طبيعي آن العدد 1437 أس 9 آن زائد 1 ناقص 3 مضروب في 4 12 آن زائد 1 زائد 52 يقبل القسمة على 7. إذن نبدأ نشوفوا الأعداد الموافقة ل 1437. إذن 1437 أس 1 يوافق 2 بترديد 7، 1437 مكعب يوافق 1 بترديد 7، 1437 مكعب نزيدو له أس آن، واش ولينا؟ نزيدو له أس آن ولينا موافق 1 بترديد 7. ونتمو في هذا الطريقة 1437 3 آن أس 3 تولينا 1437 أس 9 آن يوافق 1 على 7. إذا هذا العدد هذا 1437 أس 9 آن نضيف له 1 لسما تولينا 1437 أس 9 آن زائد 1 يوافق 2 بترديد 7. فيما يخص العدد الثاني 4 أس 1 يوافق 4 بترديد 7، 4 أس 2 يوافق 2 بترديد 7، 4 أس 3 يوافق 1 بترديد 7. إذا نكتفي بهذه، من هذه نزيدوا له الأس 4 أس 3 ونزيدوا له أس 4 تمد لنا 4 أس 12 دائما يوافق 1 بترديد 7. ومن بعد نزيدو نضيفو له آن نضربو في آن تولينا 4 أس 12 آن يوافق 1 على 7. نزيدو نضيفو له 1 4 أس 12 آن نضربو في 4 ونعرفو بلي 4 أس 1 هي 4. إذا النهاية هي 4 أس 12 آن زائد 1 يوافق 4 بترديد 7. إذا ما هي الموافقة لهذه المعادلة كاملة؟ إذا 1437 أس 9 آن زائد 1 يوافق 1 2 بترديد 7. هنا مليح، هنا إذا بترديد 7 لهنا كما راكم تشوفوا 2 هذا العدد هذا يوافق 12 وهذا 52 ما يتغيرش. إذا المجموع هو 42، نعرفوا 42 يقبل القسمة على 7، وهنا منه 42 يوافق 0 بترديد 7. والسلام عليكم ورحمة الله.